هل اليهود والنصارى وغيرها يدخلون في 73 الفرقة التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بينوا لنا مأجورين. السائل هو مهدي بن محمود الخطابي. في الحديث الوارد عنه عليه الصلاة والسلام من قوله افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، فجعل اليهود والنصارى قسيمين لأمته عليه الصلاة والسلام، وليس بقسمين منها، وإنما هما قسيمان لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يدخلون في 73 فرقة، لأنه قال افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة. فاليهود والنصارى من المقطوع به والمجزوم به أنهم ليسوا من 73 فرقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل اليهود والنصارى قسيمين وليس بقسمين من أمته، والمراد بالأمة الأمة الإجابة التي تنتسب إليه عليه الصلاة والسلام، كما بين ذلك أهل العلم في كتب الفرق.